ظاهر. وبعد كده قال لي حضرتك معاكي فيكي بنت، فانا دلوقتي معايا توأم. ايه الكروماتيك هيلينج بقى؟ اشرحي لنا يا استاذه غاده. الكروماتيك هيلينج ده علم التشافي بالالوان. الاول طبعا بما اننا قلنا كروماتيك هيلينج، انا حابه برضو اقول ان الكروماتيك هيلينج دوت اللي اسسه المهندس محمد عيسى. هو يعني كان مبني على علوم فيزيائيه وهندسه حيويه، يعني هو بناه على كده. بلس ان هو طبعا ليه جذور في الطب الصيني والطب الفرعوني بتاعنا. علم الكروماتيك هيلينج هو علم التشافي بالالوان. كروماتيك يعني لوني، هيلينج يعني التشافي، يعني علم التشافي بالالوان. بيقول لك ايه؟ ان كل مرض موجود في الجسم هو نتيجه لخلل في الالوان. الالوان دي حاجه رمزيه، يعني المقصود بيها الذبذبات. يعني احنا مثلا المرض بينشا عن ايه؟ ان مثلا في ذبذبات بتزيد او بتنقص في المكان، هو ده اللي بينشئ الخلل او المرض في الجسم. فاحنا لو قعدنا الجسم للتوازن، أو يعني توازن الذبذبات دي بمعنى اصح، الجسم لوحده هيتعافى وهيتشافى. لان احنا جسمنا اصلا مؤهل ان هو يتشافى او يتعافى اصلا، يا ربنا خلقه كده. احنا ايه اللي بنعمله؟ بس ان احنا بنظبط الذبذبات دي في المكان، بناء عليه بيحصل الاستشفاء في الجسم. الحاجات دي ما كانش متعارف عليها زمان وما كناش بنسمع عنها، بس في الفتره الاخيره على السوشيال ميديا بقى في كلام كتير جدا على العلاج بالطاقه، وانه يا جماعه لا، في حاجات تانية نتعالج بيها غير الطب وغير الادويه وغير مرواح للدكاتره.